بصوا بقى يا بنات شكلها واحلى كانلوني بالدنيا كلها. دلوقتي هولع بقى الشوايه من فوق علشان تطلع. السلام عليكم، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ باذن الله النهارده نعمل مع بعض الكانلوني بالطريقه الكلاسيكيه جدا، هيعجبكم قوي وطعمها تحفه 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 بجد. من ألذ الاكلات اللي ممكن تعمليها لو عايزه تغيري الاكل في رمضان او حتى في الايام العاديه في الغداء. جميله جدا لما بتكون موجوده في العزايم، بتغيري من مكرونه بشاميل العاديه واعمليها فعلا تحفه. النهارده هعملها معاكم بالطريقه الكلاسيكي بدون اي اضافات، بالطريقه بتاعتها الاصليه من غير ما افنن فيها ولا اي حاجه. هنعمل خطواتها المظبوطه الصح كما يقول الكتاب، تمام؟ بس عاوزه منكم دعوه من قلب الامي، واذا لسه ما اشتركتوش في قناتي انزلوا بسرعه تحت الفيديو، هتلاقوا كلمه اشتراك في صندوق احمر، اضغطوا عليها، فعلوا جرس التنبيهات اللي جنبه، واختاروا كلمه الكل بحيث كل جديد يوصلكم اشعار. ولو انتم معايا على الفيسبوك اتمنى تروحوا قناتي وتنضموا لينا، وانضموا كمان لصفحتي هنا بانكم تختاروا كام فيديو وعلقوا عليه علشان تعليقاتكم هتوصل لي، وان شاء الله باذن الله اقراها وارد عليكم بكل اللي انتوا عايزين تعمل وصفات عاوزينها هننفذها مع بعض. ويلا ندخل في الوصفه. دلوقتي بقى هنخش في وصفه احلى كانيلوني بالدنيا كلها. عندي كده اول حاجه معكرونه الكانيلوني اللي انا هستعملها اللي هي من جودي، تحفه جدا وسهله ونوعيه جوده المعكرونه نفسها جميله جدا، تمام؟ يبقى عندي كده الكانيلوني بتاعي، وعندي 10 حبات من الطماطم. انا بحب ان انا يعني افحهم واحطهم بالفريزر، بيسهلوا عليا وقت ما اجي اطبخ لو ما عنديش توميتا بس اضربهم بالخلاط. طيب دول هضربهم بالخلاط كيسين التوميت مع معلقه من معجون الطماطم، وهنحتاجهم للاثنين، لصلصه الكانيلوني اللي هنضيفها عليها، وهنحتاجهم منهم شويه للحمه المفرومه. طيب عندي كده ميكس من البهارات، شويه دارسين وبصل بودره وبابريكا فلفل اسود، وعايزه تحطي كزبره او زعتر براحتك نكهه حبها. هدعم الطعم بايه؟ هستعمل الطعم بالروزماري، هضيف معاه شويه روزماري. هستعمل النهارده روزماري ده من بياره لانه مكسر شويه وبيبقى ريحته قويه جدا وطعمه جميل قوي، تمام؟ وعندي نص كيلو من اللحمه المفرومه. دلوقتي هنيجي نعصج اللحمه ونفوح، هنشوف ازاي الطريقه الصحيحه اللي تفوحي بيها الكانوليني عشان ما يخربش منك، تمام؟ الكانوليني ما بيغليش على النار، الميه بس تغلي قوي تطفي عليها وتغمسي الكانوليني فيها وتطلعي على طول. يلا بقى ندخل كده ايه في العمليه. هتجيب الخلاط بتاعك، هتحطي فيه التوميتو، تحطي عليها معلقه واحده بس من معجون الطماطم وتضربيهم في الخلاط. عايزين احنا تكون هي الطماطم بيور اكتر، تمام؟ ما تضيفيش المعجون كتير. وفي الطاسه هتحطي معلقتين كبار زيتون او معلقه كبيره من الزبده او السمنه، وهتنزلي باللحمه، وهنعمل البهارات اللي انتوا شفتوها دي ميكس، وهناخد نص الكميه للحمه المفرومه ونص الكميه هيكون لصلصه الطماطم اللي هنعملها. وهتقلبي كده ايه، تشوحي اللحمه، هتفضلي كده تحمريها كده لغايه ما لونها يغير وتتحمر شويه. هتنزلي بحوالي كوبايه صغيره من الطماطم، تمام؟ من نفس الخلاط اللي انت خلطتيه ده، وهتحطي فلفل اسود والروزماري، ده اللي هنضيفهم بس زياده، الروزماري والفلفل الاسود والملح، طبعا ظبطي ملحك، تمام؟ هتفضلي بقى تقلبي فيها كده. بعد ما توصل للمرحله دي عايزاها شويه تكون جوسي، ما تكونش ناشفه زي ما انتوا شايفينها كده بتنزل في الطبق، ما تكونش ناشفه عشان تقدري تحبيها في الكانولوني بتاعتك. وهترجعي في نفس الطاسه هتحطي بقيه الخلاط اللي احنا ضربنا في الطماطم اللي احنا ضربناها، هتحطيها وهتضيفي عليها برده تاني روزماري وفلفل اسود وظبطي ملحها ومعلقه واحده بس من السكر عشان الحموضه، تمام؟ وهتسيبيها شويه ايه تتسبك، تتسبك حلو. طيب هنيجي بقى ايه نسلق الكانيلوني بتاعنا. الطريقه بتاعته الميه نملت هتروحي تطفي النار على طول، او غليت وطفيتي النار. بعد ما طفيتي النار هتنزلي المكرونيه، مش هتحطي المكرونيه وهي بتغلي، انا بوريكم اهو ان انا بس مجرد ما نملت الميه طفيت على طول، هتسقطي فيها المكرونيه وترفعيها تاني على طول. طيب هنيجي بقى في الخلاط نعمل اخر خطوه اللي هي خطوه الكريمه. هتجيبي كده انا عندي نص لتر من الحليب السائل، وهضيف عليهم معلقه ونص من الطحين،
تمام، ومعلقه كبيره من الجبنه التشيدر او جبنه كرافت، اي نوع جبنه عندك كريمي حطي معلقه جبنه، حتى فيتا بتديها طعم حلو. المهم معلقه جبنه وروزماري شويه وملح. طيب هنيجي بقى نوضب الايه البايركس بتاعنا. هتجيبي الصينيه بتاعتك او البايركس اللي هتعملي فيه على طول، وتحطي كميه من الصلصه اللي احنا عملناها، كميه تحت حلوه، كميه مش هينه، وهتفرديها كارضيه. بعد ما تفردي كميه الطماطم هتركني القارب على جنب، وتجيبي بقى الايه اللحمه المفرومه اللي انت سبتيها بردت. عشان كده بقول لكم تبتدوا باللحمه المفرومه، امشوا على الخطوات دي. هتجيبي بقى الكانوني بتاعتك وتوقفيها كده عمود، وتاخدي من اللحمه وتحطي من فوق لغايه ما تتعبى. شايفين اللحمه ازاي بتنزل بسهوله؟ علشان شويه جوسي، مش معصجينها ناشفه، لا خلينا شويه فيها صلصه، تمام. وتبداي ترفعيها كويس وترصيها في القالب، وحاولي ما يبقاش عليها لحمه من بره، حاولي تكون مرتبه القالب بتاعك زي ما هتشوفي دلوقتي. هعمل معاكم واحده ثانيه عشان اوريكم. شايفين كده الكانوني بتاعنا وجماله وحلاوته وكل تكاته وجماله. هنجيب بقى كده الصلصه بتاعتنا البارده، وهبدا ان انا اخدها كده واوزعها على الكانوني. طيب هنجيب بقى الجدر بتاعنا، وهتحطي مكعب زبده حوالي 30 جرام. الزبده في الصلصه يبقى طعمها احلى من زيت الزيتون. وهحط عليها الخليط اللي ضربناه في الخلاط، وهفضل اقلب فيه كده لغايه ما ياخد القوام اللي هو الكريمي ده التحفه الجميل جدا. هنزل عليه حوالي معلقتين كبار قوي من من الجبنه الموتزاريلا. وممكن ما تحطيش الجبنه الموتزاريلا عادي، وتخلي الجبنه الموتزاريلا للوش بس، بس انا بحب اطعم طعمها. بصوا منظرها وهي نازله، شايفين قوامها جميل قوي، حلوه جدا جدا، ومقاديرها مظبوطه خالص. امشوا بس على مقادير الكريمه دي، وانتوا هتعتمدوها عندكم في كذا حاجه، في كل الاكلات اللي محتاجه بشاميل هتعتمدوها. على الوش بقى كميه راهيه من الجبنه، اي نوع جبنه عندك، وعلى الفرن. هتحطيها في الفرن على الطبقه الاخيره من تحت، على الصاجه من تحت، لمده 20 دقيقه. بعد كده زي ما انتوا شايفين جمالها، هتولعي الشوايه. طيب اهو كده جينا لكم تاني بعد ما خلصت. شايفين جمالها؟ خطيره جميله، اتعب وانا اقول لكم تحفه تحفه تحفه. نلاحظ حاجه هنا، ان انا ما حطيتش بصل. اللي حابب يحط بصل يحط قطع بصل مع اللحمه وبيعصقها، ولكن جربوها بالطريقه دي قد ايه هي حلوه ولذيذه. طيب ميكس بقى اللي هو التوميتو من تحت البيور مع قطع المعكرونه المحشيه لحمه مفرومه مع الجبنه مع البشاميل الكريمي اللي احنا عملناه التحفه ده، بجد خطيره، من ألذ واجمل الحاجات اللي ممكن تعمليها في الغبقات. احنا دلوقتي في ايام غبقه، فتقدري تعمليها الساعه 10 كده على الغبقه بتاعتك، هتعجب كل ضيوفك، لذيذه جدا. او تعمليها على الفطار او على غدا بعد كده ان شاء الله، او على وجبه عشاء. اتمنى تثبتي وجودك بالتعليق، ما تنسوش الدعوه من قلب الام بالرحمه ولكل الاموات. نتقابل فيديو جديد، مع السلامه.